السلام عليكم كل المتابعين قناة الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعلم اسكندرية. موجودين فين؟ موجودين في المنشية في قلب الاسكندرية التجاري والسياحي والتاريخي. المنشية هي عنوان اسكندرية القديمة. موجودين على البحر على شواطئ المنشية، الميناء الشرقي على شمالنا وطابق قايتباي على شمالنا، او حاليا طابق قايتباي امامنا وجامع الصيادين امامنا، منطقه بحر السياله انفوشره 60 وامامنا المنشيه. بحر بتبدا من اسماعيل صبري والمنشيه قبل اسماعيل صبري، المحاكم والمحكمه اسكندريه الابتدائيه اللي ظهرت في فيلم رصيف نمره 5. امامنا ميدان الجندي المجهول البحري او ميدان اسماعيل باشا سابقا. امامنا فندق ماجستيك والمعبد، وامامنا شارع سبع بنات والقائد جوهر وانستاسي والسكه الجديده وطلبه العلم وجامع ابراهيم وبيوت ريا وسكينه. امامنا على اليمين كمال سعد سوق الورقين وكاله منفراته والديدي، وعلى الشمال شارع سعد زغلول وصفيه زغلول وميدان محطه الرمل. امامنا جامع سنجور، معهد القطن، امامنا السفاره الفرنسيه التاريخيه. موجودين في منطقة المنشية على البحر. لو لسه أول مرة تتابعونا، شرفونا بالاشتراك في القناة، شرف لينا، ومتنسوش اللايك الإعجاب من أسفل الفيديو. أمامنا أيضا من المقاهي التاريخية القهوة التجارية، ومن الفنادق التاريخية فندق وينسر وفندق سيسل، ومن المطاعم التاريخية مطعم نصار. موجودين في البلد، القاهرة بيقولوا وسط البلد، وإحنا هنا بيقولوا عليها البلد. المنشية هي البلد عندنا، زي البلد جايين من البلد، كاتبين ترماية البلد، ترماية الصفراء ترماية البلد، وترماية الزرقاء ترماية النصر فيكتوريا. كده على يمين الصورة شارع البورصة القديمة والبوسطة القديمة وشارع تيتو بي وسينما ريكس على اليمين أيضا، أهو كده من خلف الكونسولية. شارع البوسطة القديمة والبورصة القديمة، وادي النيل طبعا من اشهر المحلات، سندوتشات وادي النيل والبان وادي النيل، بريبي طبعا المخبوزات والعيش الفينو بتاع زمان، وطبعا القهوة التجارية ونصار، فين نصار وايام نصار و ذكريات نصار. طبعا شارع الشهداء يمين تطلع على شارع سعد زغلول وكنيسة القبط وشارع محمود باشا الفلكي ومول الفلكي، كنيسة الدبانة وشارع أديب إسحاق، صوفيا نوبلو، الكوب دور أو خمارة الشيخ علي. فندق وينسور، فندق سيسل، من أجمل وأشيك وأشهر وأقدم فنادق وسط البلد، فنادق اسكندرية. جو جميل، لو تسألون على الجو، الجو جميل، صحو، شمس جميلة، جو رائع. شهر 10 من أجمل شهور السنة في اسكندرية. لسه إن شاء الله حوالي 3 أيام، فعايز استمتع بجمعة وسبت، تشرفونا. أجمل أيام السنة حاليا في اسكندرية شهر 10، ونهاية شهر 10 احنا موجودين فيه، جو أكثر من رائع. فندق وينسور، شارع الشهداء، فندق سيسل، من أجمل فنادق اسكندرية التاريخية. فندق سيسل من أشهر وأجمل الفنادق قديما وحديثا حاليا في اسكندرية، موجود في ميدان محطة الرمل على البحر مباشرة. موجودين أمام ميدان سعد زغلول وجنينة سعد زغلول وتمثال سعد زغلول الزعيم سعد زغلول رحمة الله عليه. خلف التمثال وخلف الميدان شارع الغرفة التجارية أو شارع محمد سعيد باشا، وفندق متروبول وتريانو وعمر أفندي وإليس البحري، عماير بدير باشا، حدود اسكندرية أو حدود البحر زمان قبل ردم البحر وتوسعة البحر في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. امامنا شارع صفيه زغلول او شارع المسله، وخلف العماير شارع سعد زغلول او شارع الرمله،
وعلى اليمين فندق سيسل ومبنى الغرفة التجارية الأثري و حط الرمل. وسع حلو، وسع حلو، وسع حلو. عمائر محطة الرمل الأثرية. عمارة ميرامار، بانسيون فؤاد، فينيسيا الصغرى، كل دي مسميات العمارة اللي أمامكم في الكادر اللي اتصور فيها بعض مشاهد فيلم ميرامار نجيب محفوظ، شادية يوسف شعبان، رحمة الله على الجميع. أتينيوس البحر، أتينيوس الإبلي أصبح بازوكا، فندق سيراميس ومبنى القنصلية الإيطالي الشرفي. كده بقى احنا امام ايه؟ امام ميدان سعد زغلول، الترماي، ترماي النصر، الترماي الزرقاء، بازالو، موبيليا، وسينما راديو، سينما تريال، وبقايا سينما ريتس، والهمبرة، والفيومي، والحلبي، وجاد، وامامنا مدخل المستشفى الميري، شارع كلية الطب. كده احنا امام مسجد القائد ابراهيم، وامام جنينة الخالدين سابقا او جنينة فريال، اصبحت حاليا كما ترونها جنينة فريال او جنينة الخالدين. الى الان موجود فقط تماثيل سيد درويش، محمد كريم، عبد الله النديم، حسن باشا اسكندراني. التماثيل موجودة داخل الكافتريات او غص الكافتريات. لو لسه اول مرة تتابعونا شرفونا بالاشتراك، ما تنسوش تدعمونا باللايك بالاعجاب من اسفل الفيديو. كده احنا امامنا مسجد القائد ابراهيم او مسجد ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا وقائد جيوشه ابراهيم باشا سر عسكر، وامامنا مسرح محمد عبد الوهاب الموسيقار محمد عبد الوهاب، مسرح شعبية، وامامنا مركز الصحة والمحاجر اللي هو حاليا اللي كان مركز في مبارك وهو حاليا مركز صحة الأسرة، وعلى الشمال ايضا شارع سكون عبد العزيز او دكتور رحيم بدوي وعماير زينب عصفور، شارع الاردن شمال وبريوني وكلية الطب البشري ومستشفى المير. ما زلنا موجودين في نهاية منطقة الازريطة شمال وبداية منطقة محطة الرمل امامنا، على شارع البحر، شارع كورنيش، شارع 26 يوليو او طريق الملكة نظري، ممشى الفريو عباس، حلم الدين. ده برج السلسلة اللي كان ساكن فيه الله يرحمه الفنان سمير صبري، وكان هنا فرع بنك السيتي بنك اصبح حاليا سي اي بي. مبنى منطقه اللازريتا، منطقه المرتفعين دول كان قدام وكان تحتهم فرن قديم
كنا بنعمله فيه العيش باللحمه وعيش بالبسطرمة والصدق، كانت حاجه ولا يعني عظمه، والعظمه لله يعني. الصيادين الهواة والمحترفين بيستمتعوا بالاجواء الجميله. كده ظهر امامنا منطقه ابو العباس، مرسى ابو العباس والاباصيري وسيدي ياقوت وسيدي نصر الدين، مسجد الصيادين امامنا، الطابيه امامنا، وحاله السمك القديمه والجديده. نهايه جولتنا، احنا موجودين امام ايه؟ امام شارع شامبليون. شارع شامبليون من اهم شوارع واشهر شوارع منطقه الازاريطه. شارع شامبليون، احنا كده موجودين على السور الاثري، سور الميناء الشرقي. امامنا تقاطع شارع السلطان عبد العزيز مع شارع شامبليون او شارع الدكتور عبد الحميد بدوي، عماره برج السلسله، تمام. وبعد شارع السلطان عبد العزيز في شارع اسكندر الاكبر يمين وشمال، قبلي وبحري، وبعد كده شارع السلطان حسين او شارع المانيا او شارع الشهيد صلاح مصطفى. امامنا كليه طب الاسنان والطب البشري والصيدله، وامامنا مستشفى الميري، وامامنا ميدان الخرطوم او ميدان سلطان حسين. امامنا ارض كوتا ومسرح كوتا زمان وملاهي كوتا اللي حاليا موجوده في المعموره الشاطئ. امامنا منطقه العزاريطه باشهر شوارعها، شارع سوتر او شارع سكير، وامامنا نهاية منطقة الأزاريطة مع بداية منطقة الشاطبي، شارع الزركشي ومكتبة الإسكندرية والسلسلة ولسان السلسلة. في نهاية جولتنا أتمنى أكون أسعدناكم، أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. لو أول مرة تتابعونا اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصلكم الأهم. ما تنسوش ادعمونا بالإعجاب باللايك من أسفل الفيديو.